أنا أحب أبدأ مع سيد وزير العدل، لأنه ممكن المتابع لنا في هذه اللحظة ما يعرفش إحنا وصلنا للحظة دي إزاي، وده اللي أنا بطلبه من حضرتك أولاً. شكرا جزيلا. وقبل ما اجاوب على سؤال سيادتك، في شكر واجب لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه القوي لملف حقوق الإنسان على مدار سنوات، حتى وصلنا إلى هذه اللحظة التي نشهد فيها إطلاق أول استراتيجية مصرية لحقوق الإنسان، وهذا حدث غير مسبوق في الدولة المصرية. أما بشأن الإجابة على سؤال سيادتك، إحنا كنا بنعمل إيه في الفترة اللي فاتت دي؟ الدولة كانت بتبني منظومة متكاملة لحقوق الإنسان. هذه المنظومة قوامها الآتي: أولاً الرؤية، عايزين رؤية وطنية لحقوق الإنسان. ملامح الرؤية كتير، لكن هجتزئ منها بعض الفقرات والبنود. هذه الرؤية بتقوم على إن الدولة المصرية بتحترم وتكفل وتعزز وتحمي حقوق الإنسان بمراعاة القيم والثوابت والهوية المصرية. ثانيا، الدولة المصرية بترى أن حقوق الإنسان شاملة ومتساوية في كافة مجالاتها المتعارف عليها الخمسة: المدنية، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية. أيضا الدولة المصرية تهتم بالتواصل والتعاون مع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، ولكن في إطار من الموضوعية وعدم الازدواجية. دي يمكن أهم ملامح الرؤية. لو انتقلنا بعد كده، عايزين بنية تشريعية. البنية التشريعية عندنا الدستور بيكفل حقوق الإنسان بين دفتيه، لكن بيكفلها بصفة عامة. ما زلنا في حاجة إلى تشريعات تبين بصفة تفصيلية بعض الشيء، كيفية ممارسة هذه الحقوق، فبنلجأ إلى التشريعات. وأحياناً الحق الواحد بيحتاج أكثر من تشريع بيعالجه من جوانب مختلفة. بنيجي بعد كده القرارات الإدارية. بنحتاج القرارات الإدارية لتنظيم الإجراءات التنفيذية على أرض الواقع لممارسة هذه الحقوق. ده فيما يتعلق بالبنية التشريعية. بعد كده بيبقى عندنا، عايزين مؤسسات تقوم على عملية حقوق الإنسان. بقى عندنا مؤسسات متخصصة في مجال حقوق الإنسان، سواء على المستوى الحكومي عندنا اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، عندنا في كل وزارة ومحافظة يا قطاع يا إدارة أو حتى وحدة مخصصة بحقوق الإنسان فقط. على مستوى بصفة خاصة يعني على وزارة العدل، وزارة الداخلية، النيابة العامة، فيها قطاعات وإدارات لحقوق الإنسان. طيب هنيجي بعد كده على المستوى العمل الأهلي والمجتمع المدني. عندنا منظمات معنية مباشرة بحقوق الإنسان، وأخرى بطريق غير مباشر بتهتم بحقوق الإنسان أي مكان الشكل القانوني اللي بتاخده. عندنا أيضا المجالس القومية الأربعة: مجلس القومي لحقوق الإنسان، مجلس القومي للمرأة، المجلس القومي لذوي الإعاقة، المجلس القومي للأمومة والطفولة. وعندنا أيضا، بس ده مش عمل حكومي، عندنا لجنتين: لجنة في مجلس النواب ولجنة في مجلس الشيوخ، معنيين بحقوق الإنسان. ده هيكل مؤسسي موجود بالفعل على أرض الواقع. تبقى إيه بقى بعد كده؟ أنا عندي ناس شغالة في كل المؤسسات دي بتعمل ممارسات على أرض الواقع لحقوق الإنسان، سواء في شكل مبادرات خاصة بالحكومة أو في شكل مبادرات مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص أو المجتمع المدني، مثل مبادرة حياة كريمة، مبادرة 100 مليون صحة، مبادرة مثل هذه المبادرات الكثيرة. دي عملت إيه؟ عملت لي كوادر تقدر تعتمد عليها في مجال حقوق الإنسان، وأيضاً شكلت لنا خبرة متميزة في هذا المجال. لما وصلنا النقطة اللي اكتملت فيها المنظومة دي، قدرنا نقف ونقول إحنا حققنا إيه؟ عايزين إيه؟ وتحدياتنا إيه؟ من خلال الاستراتيجية التي تطلق اليوم. الاستراتيجية دي ليست نهاية المطاف، ده دي إصدار أول، وإن شاء الله
يبقى في إصدارات متتالية بحيث نصل إلى مستوى الذي يتمناه فخامة الرئيس إلى الشعب المصري في حقوق الإنسان إن شاء الله. شكرا.